ديكور أصلي لمنزل عصري. يمكننا دمج شاشة التلفزيون بحائط الغرفة أو المجلس. لنا الكثير يفضل أن لا تتقدم شاشة التلفزيون مشهد الديكور، لأنهم يرغبون بأن لا يعكر صفو الديكورات الجدارية بالداخل. بالتالي يمكننا المزيد من الأفكار لمعرفة أكثر الأفكار المناسبة لذوقهم ومناسبة لمساحات المنزل من الداخل. يمكن اتخاذ التلفزيون مكاناً مركزياً على الجدار. يتضمن وحدة ذات رفوف مع التركيز على إخفاء الأسلاك خلف الديكور المنفذ للشاشة. أيضاً يتحقق اختيار الديكور على حسب الديكورات المجاورة مثل توسيط التلفزيون بين اثنين من الخزائن. ذو لون فخم نعرض عليه الإكسسوارات القيمة لدينا، وهو يعلو خزانة جميلة تحفظ الأسلاك. ويمكننا طلاء الحائط الخاص بالتلفزيون باللون داكن لجعل الشاشة عنصر مهم في الغرفة. الجميع لديه ذوق مختلف عن الآخر ومساحات مختلفة عن غيرنا. لذلك عند اختيار ديكورات منازل داخلية أو خارجية، يجب علينا الاطلاع على أفكار كثيرة. لذلك وفي هذا الفيديو أعددنا لكم أجمل ديكورات حوائط شاشة بأفكار راقية تناسب معظم الأذواق والمساحات، لعلها تنول إعجابكم وتساعدكم فيما تقومون به من تجديدات أو إنشاء منزل جديد. لم يعد التلفزيون مجرد جهاز يوضع على طاولة خاصة بالغرفة، بل أصبح الجميع يتفنن في إظهار جمال المجلس بالاهتمام بديكور حائط الشاشة. نيابة عن ظهور ديكورات داخلية حديثة باستمرار، وجدار الشاشة أصبح ركن خاص لمهندس الديكور ليظهر إبداعه في مجال الديكور.